برضه ما بيردش. طب ما نسأل فين مكتبه ليكون مشي. مش ازاي بس انا مش شغل الماليه تقفل. لو سمحت اتفضل. حضرتك شغال هنا؟ بالظبط يا فندم. مكتب استاذ مينا المدير التسويقي. استاذ مينا مدير تسويقي؟ لا انا ما اعرفش غير مينا واحد هو اللي واقف هناك ده. قرب قرب واتفرج. العشرين جنيه هتبقى 200 جنيه. هتقعد دقيقتين هتاخد كارت شحن. هتقعد اكتر هتاخد 200 جنيه. قرب يا مين. مين المتدور اللي جاي؟ هتقعد دقيقتين اكتر. مين المتدور اللي جاي؟ قرب واتفرج. ال 20 جنيه هتبقى 200 جنيه. اللعبة دي انا شريك فيها مع صاحب الملاهي. انا جايبها له وهو بياخد نسبه من التذكره. تعرفوا انهم مره مشوني ما عرفوش يشغلوها من غيري؟ ليه؟ انت اللي معاك الفيشه؟ لا انا اللي بعمل الشو والحركات اللي بيخلي الناس تيجي وتدفع. وعلى فكره محدش بياخد كروت شحن لان محدش ما بيقعش منها. ومفيش كدام ما بيقعش يا مين. معلش بس هو انت مفهم حماك ان انت مدير تسويق الملاهي؟ على فكره انا بكسب اكتر من مدير التسويق نفسه. الموضوع مش موضوع فلوس. وانا اللي بعمله مش حرام يا ملاك. الموضوع ما فيه ان حماية وحماتي محبكينها شوية عايزين نبقى موظف على مكتب. وانا استحالة ابقى موظف. انا بحب الشغل ده من وانا صغير. شغل ايه يا مين؟ شغل الترفيه. ولا انت شايف ان الترفيه مش شغل يا ملاك؟ امال انت بتعمل ايه انت وعم عبد الحميد في الملعب؟ ايه بس انا عندي شغل الصبح. ما انا عندي شغل بالنهار في المصحة. وهم عرضوا علي انهم يدوني فلوس وانا اللي رفضت عشان انا بعمل خير بس. بصراحة يا ملاك هي وجهة نظر تحترم. ما هي وجهة نظر تحترم وانا ما عنديش مشكلة فيها. انا عندي مشكلة ان ما بقاش عنده شغل تاني. هيبقى عندي شغل تاني. شايفين التور ده؟ اه. ان شاء الله هطلع بالتور التاني. وبعدها لك يا مينا. انا نفسي بقى عندي ملاهي يا ملاك. طب موضوع كبك على حماك. سارة عارفة وبعدين هو اللي اضطرينا نحور عليه. ده مش مبرر انك تكذب. طب ما هو كمان كذب عليا لما فهموني ان هو دكتور بني ادمين. على فكرة الدكاترة البيطريين ساعات بيبقى شغلهم اصعب من الدكاترة العاديين. مين قال كده؟ ده التور ده لما بيعي انا اللي بعالجه. والله ان شكل حماك هيعالجك انت والطور. بس سيبك انت، احنا بقالنا كتير قوي ما اتجمعناش التجمع الحلوه دي. ايوه جدا فعلا. ومعانا فادي دلوقتي. طبعا فادي العظيم. ومعلش هو مش فادي دلوقتي فمش هيجي بقى يشاركنا اللحظه. لا سلام. Watch it.